ارحب بالساده الضيوف والجمع الكريم، كل حسب صفاتهم الاعتباريه والجهات الراعيه لهذه الندوه الادبيه النقديه والحواريه، متمثله بالمجلس البلدي وجامعه غريان ومنظمه منبر الحق ورابطه شهداء 7 ابريل، والتي جمعت فيها النخب والقامات والكفاءات العلميه والادبيه والقنوات الاعلاميه المشاركه معنا لتغطيه الحدث، قناه التناصح وقناه الاحرار واذاعه غريان المحليه. فبادئ ببدء نشكركم جميعا على تلبيه الدعوه وتجشم عناء السفر لتكونوا معنا، فقد اسعدنا حضوركم، فمرحبا بكم بمدينه العلم والسلام غريان. نبدا فقرات ندوتنا الادبيه بخير الكلام وافضله، منصتين خاشعين لايات من الذكر الحكيم. التقينا هنا اليوم لنتحدث عن قصة بطلنا الهمام الأستاذ علي العكرمي، ضيف الندوة الحوارية الذي شرفنا بحضوره بيننا، فمرحبا به وبكل السادة الضيوف. ونبدأ ندوتنا الأدبية ونناقش فيها بشغف الرواية التي حققت الآلاف المعجبين والقراء، والتي سرد أحداثها الكاتب والروائي الأردني أيمن العتوم في روايته طريق جهنم، فقد استطاع بقلمه الملهم أن يجسد لنا واقعاً تصويرياً معاش عبر سرده الأدبي المفعم بالجمال والبيان، وقد لاقى استحسان القارئ العربي والمهتم بهذا الشان، فقد واكب حداثة العصر وخلط فيها أسلوب التراجيدية والدراما وبلاغة اللسان، وحرك فينا صورة الظلم الواقع على السجين وما عناه في غيابات الظلام، وقد دغدغ الكاتب مشاعر القارئ وجيش العواطف بين الشفقة والخوف والحرمان، وأيقظ مارد الحزن والأسى على ما تعرض لهم من التنكيل والهوان عبر نمط تطهيري وكاركتير فكري أبدع بنسجه الراوي، وليحكي لنا صراع الحق مع الظلم، ولينفض الغبار عن خبايا مكبوتة داخل الجدران، حيث تنهيدات الفكر والقلوب التي ابتلعها طي النسيان. وقد صاغ الكاتب القصة دراميًا بحرفية وإتقان، بصور جمالية تمثلت بالفلسفة أحيانًا وفصاحة العربي وبلاغة القرآن، وأدمج فيها الحروف والبيان والجمل والمفردات، وقد أثرى الأدب بأسلوبه المتميز بنوع من التراجيدية المأساوية أو السوداء، فهذا حال كل الأبطال عبر الحقب والزمان. وكم من فلاسفة فنذكر وكتاب وخطباء، فحتى الأنبياء والعلماء لم يسلموا من ظلم الجلاد والطغاة، فنذكر أرسطو وسقراط ونبي الله يوسف عليه السلام وابن تيمية وابن حنبل وغيرهم ممن سجنوا ظلما وافتراء. إن بطل قصتنا اليوم كابد انهيار القيم الإنسانية
والأعراف، وسكت عنه أهل الحق والشرائع والحريات، وأطلق عليه ويستحق ذلك مانديلا ليبيا، وكم من أمثاله في السجون أمثال، وكم ضيق الجلادون بمناصبهم على الناس، وفرقوا الناس شيعاً وأحزاب بسبب العرق واللون والفكر والمكان. وقد عالج الروائي المواقف القاسية بالقصة دون تصنع أو تكلف، وأضاف للقارئ سهولة الفهم والاستنتاج. وانكسار غصن الخير في منقار حمامة السلام هو عنوان قصتنا اليوم، طريق جهنم. فمهما وصفنا قطرة الفكر والقيم والعدالة والحرية وسطوع نجم الجنان واتباعه الأدناب، ومن انهوس بعظمة جنون الانتقام، ومن قرأ كتاب يا صاحبي السجن وكتاب يسمعون حسيسها، سيدرك براعة هذا الكاتب بالسرد والإتقان. لا نطيل عليكم، فسنترك المجال لاحقا لبطل قصتنا يروي ما كان وما ناله من مرارة المعاناة والمكابتة والآلام، وكيف كتب الله له الحياة ليروي قصته بنفسه وقصة أصحابه الذين عاشوا معه حقبة الظلم والاستبداد، وكيف تلطخت أيدي السجان الآتمة واسودت صفحاتهم من ذكراهم عبر النقل والأذهان. فرواية طريق جهنم تروي لنا قصة كل إنسان حبس لسانه وفكره وأخرسه الطغاة. أما الآن نستهل لقاؤنا هذا بكلمات الترحيب الشرفية، فالكلمة الآن لبلدية غريان عبر مجلسها البلدي. الأستاذة منى المقدم عضو المجلس البلدي ومتابع قطاع التعليم فتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسم مجلس البلدي عميد وأعضاء، باسم أهالي غريان الكرام، باسم أباء الشهداء وإخوة الشهداء في العصور السابقة والعصر الحالي، باسم الجميع نرحب بالأستاذ علي العكرمي وزملائه الكرام من النقاد ومن عاشوا أيضاً معهم هذا الزمن، فحللتم أهلاً ونزلتم سهلاً على مدينة العلم ومدينة الأدب ومدينة الشعراء غريان، فأهلاً بكم في مدينة غريان. الشكر للأستاذة منى على كلمتها الموفقة. أما الآن الكلمة للأستاذ أونيس مهدب رئيس رابطة شهداء 7 أبريل فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. الإخوة الكرام، الحضور الكريم، إننا اليوم بمدينة غريان نرحب برمز من رموز النضال وأيقونة من أيقونات الكفاح، والذي عانى وزملائه المناضلين ويلات السجن طيلة 30 عاماً. إبان حكم انقلابي مستبد لا لشيء إلا أن لهم رأي مخالف لآراء ومعتقدات وهرطقات القذافي، والتي لا زلنا نعاني من تبعاتها إلى هذا الوقت. وقد دفع بعض هؤلاء المناضلين حياته ثمنا لمجابهة ومحاججة الباطل، وقد ذكرت سيرة بعضهم ومواقفهم في هذه الرواية. واستمرت قوافل المناضلين والشهداء حتى أزيح ذلك النظام البائد بثورة 17 فبراير. فيحق لكل حر شريف غيور على هذه البلاد أن يفتخر بهذا التاريخ المشرف من النظام. ونحن الآن إذ نستذكر تلك الوقائع والأحداث في هذه الرواية، والتي أبدع الكاتب بأسلوب أدبي رفيع وسرد دقيق للأحداث التي عاشها بطل الرواية داخل قضبان السجن الأستاذ علي العكرمي، والتي جسدت بشاعة وظلم السجان ومعاناة السجين وتباته. هذه القراءة لحقبة من تاريخ هذا الوطن
مهمة جدا للاستفادة من أحداثها ومسبباتها حتى لا تتكرر المأساة، ويأتي آخر يغتصب السلطة ويحتقر الشعب ويسرق قوته ومكتسباته. تحية مرة أخرى للأستاذ علي العكرمي، جعله الله ذخرا لهذا الوطن، وتحية لكل من حضر وشارك في هذا الملتقى، والشكر موصول للمجلس البلدي غريان ولجمعية منبر الحق الحقوقية ولإدارة جامعة غريان على هذه الاستضافة. دمتم بخير وحفظكم الله وحفظ الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نصل بكم لكلمة بطل قصتنا لهذا اليوم الأستاذ علي العكرمي، ليروي لنا بلسانه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يسعدني ويسرني أن أكون بينكم في بلدة غريان المناضلة، البلدة التي قدمت العديد من الشهداء، بلدة الشهيد ورفيق الدرب محمد مذهب حفاف، الذي اقتسم معي الزنزانة نفسها لمدة 10 سنوات. أود أن أتقدم أصالة على نفسي ونيابة عن إخواني في الجمعية الليبية لسجناء الرأي بأسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لكل من بلدية غريان وجامعة غريان ولمنظمة منبر الحق الحقوقية ولكل من ساهم من قريب أو بعيد لعقد هذا الملتقى وإنجاحه، كما أشكركم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. هذا الملتقى يتنزل في إطار إماطة اللثام عن سنوات الجمر الأربعين التي اكتوى بنارها وطننا المنكوب وشعبنا المظلوم، ومن ضمنها 30 عاماً التي أمضيتها خلف القضبان، حتى تعرف أجيالنا الصاعدة حجم التضحيات التي بذلت والدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت والآلاف من مناضلين الشرفاء الذين أفنوا عقوداً من زهرة شبابهم في الزنازين المقرورة ذات الجدران الصلدة، وواجهوا الاستبداد وهو في كامل عنفوانه وطغيانه في وقت قل فيه النصير وعز فيه الظهير. ولقد اخترنا التوثيق لما حدث في بلادنا خلال 40 عاماً حتى لا يعود الاستبداد من جديد، وحتى نوثق الانتهاكات، وحتى لا يبقى تاريخنا تاريخاً شفهياً، والتاريخ الشفهي من سمات المجتمعات البدائية. ولذا كتبت في مقدمة الرواية: لم أكن بطلاً وحدي، ولم أعش هذه المحنة بمفردي، كان هناك الآلاف ممن واجهوا هذه الآلام مثل ما واجهتها، وما سجلت هنا إلا ما سمعت ورأيت، ولا أحد يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. فهذه دعوة للآخرين الذين شاركونا المنافي أن يصنعوا ما صنعت، فإنما اليم من القطرة والجبال من الحصى. أما الذين رفرفت
أرواحهم خارج السجون وحلقت بعيدا في السماء قبل أن تقول لأهل الدنيا ما كانت تود أن تقوله. فلربما يوما ما يوم الفزع الأكبر سيقولون لله كل شيء وساقفون أمام الجمع ليكونوا شهودا على ما مر بنا مما لا يمكن تخيله أو الحدث به. نصل إلى قصة الرواية. يقول الدكتور أيمن العتوم: بعثت إلي فاطمة برسالة كانت كلمتها مقتضبة، تقول: لدي رواية تستحق أن تروى. فرددت عليها: ابعث القصة وسأرى. كانت فاطمة تتحدث عن أبيها الذي استشهد في مجزرة سجن أبي سليم ضمن المئات من الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم، يوم 29/6/96. قلت لها في رسالة أخرى: ابعثي لي كل ما كتب عن مسجرة سجن أبي سليم. لم تتوانى. بعد أن قرأت ما بعثته في المرة الثانية كادت كل شعرة في رأسي أن تقف. سألتها أكثر من 20 سؤالا، كان أهمها: هل هناك من أحد من الذين شهدوا المذبحة ولا زال على قيد الحياة ويمكن التواصل معه؟ ردت كثيرون لكن معظمهم لا يريد الحديث. اهتدينا معا إلى علي العكرمي، السجين الذي قضى 30 عاما في سجون القذافي. بدأت مراسلته بشكل شخصي. طرت إليه في تونس، سجلت معه شهادته منذ الميلاد إلى اللحظة التي كنت أنظر فيها إلى عينيه العميقتين بشكل مباشر. كان رجلاً شهماً وكريماً في الحديث معي، دلني على رفاق المحنة واحداً واحداً. أعطاني حوالي 8 كتب من الذين سجلوا شهاداتهم على شكل مذكرات، قرأتها عن بكرة أبيها في أسبوع. استمعت إلى 10 شهود قبل أن أغادر عائداً إلى الأردن. أعطاني الوثائق التي بحوزته عن السجن السياسي خلال 4 عقود من حكم القذافي. كان أثمن ما حصلت عليه هي وقائع الأيام التي سبقت المذبحة والأيام التي تلتها ووقائع اليوم نفسه الذي ارتكبت فيها المذبحة، كيف تمت ومن أمر بها، من كان في تلك اللحظات على رأس عمله، التمرد الذي حصل في السجن، القناصة الذين يعتلون أسطح العنابر مدججين بكل أنواع الأسلحة، ومن هم الشخصية البارزة الذين كانوا داخل أسوار سجن أبي سليم وقت تنفيذ المذبحة. أما عن الرواية، رواية طريق جهنم التي طبعت إلى حد الآن 14 طبعة، ونستعد الآن إلى تحويلها إلى فيلم سينمائي. رواية طريق جهنم هي عمل سيترك لأمد طويل أثراً ظاهراً وبصمة واضحة على الرواية العربية، لا سيما وأن وقائعها كما يقول الدكتور صديق نصر في كتابه وهج القناديل تدور داخل أسوار السجون، والسجن وسط تكره السلطات المستبدة أن يكون بؤرة الحدث، لأنه يفضح عورات ويكشف سوءات لا يراد لها أن تعرى. السجون السياسية في بلاد العرب بيوت للموتى وقبور فاغرة الأفواه تلتهم بشراسة كل من يقذف إليها. رواية طريق جهنم خطاب إنساني متميز توفرت فيه شروط الإبداع الفنية والعقلية، يتجاوز الزمان والمكان
بل يتجاوز الجنس واللون، خطاب مشبع بالآلام والعذابات. رواية طريق جهنم كما يصفها الدكتور الصديق نصر حكاية واقعية عن مسلخ بشري يحسب قارئها للوهلة الأولى ولفرط غرابتها أنها محض خيال وخرافة. وأبطال رواية طريق جهنم شخصية حية، ومنهم من فارق الحياة، ومنهم من عاش 30 عاماً في غيابة جب لم تعرف الطريق إليه بعض السيارة. رواية طريق جهنم رواية أخلاقية تعالج انهيار الأخلاق والقيم، رواية تحكي عن حالة التفسخ الأخلاقي وانعدام القيم التي ألقت بخيرة أبناء المجتمع الليبي تحت مقصلة الجلاد، رواية تحكي عن تكسر الأجنحة، أجنحة اليمامة، واليمامة هي الإنسانية وأجنحتها هي الحرية والعدالة والمحبة. رواية طريق جهنم كلها أعين تبصر وأذن تصغي وشعاع ضوء حاد يسري في أركان مسرح الحدث فيكشف ما يجري في الظاهر المعلن والباطن المستور. وفي رواية أيمن العتوم حساسية مفرطة تهيجها المظالم وتثيرها المقابح، عيون لاقطة لكل ساقطة. أيها الأخوة الأفاضل، أيمن العتوم شاعر وروائي متوهج القناديل، مفتون بحب الوطن، روائي ذو بصيرة نافذة، مهووس بقضية الحرية والمحبة والإيمان، فهو كاتب فريد وقلب متوهج يحمل بين جوانحه هموم أمة جريحة مخذولة تصارع النهوض، وكلما همت بالوقوف عاجلها أعداؤها بضربات موجعة. إن ما حدث في السجون الليبية من فواجع، بدءاً بعملية التعذيب المرعبة التي كانت تفتح فيها ركب السجناء بشفرات الحلاقة وتذوب بالملح، وتقتلع فيها الأظافر والأسنان بالكلاليب، وتوضع أسياخ الحديد في النار وتغرس في السجين، وكلاب الأثر من ذوات الرتب التي تعض وتعرف العمق الذي تعض فيه، وانتهاء بمزرة سجن أبي سليم الرهيبة التي كلما قلبت صفحة التاريخ لم أجد لها نظيراً إلا قضية أصحاب الأخدود، والتي أودت بحياة 1169 سجيناً من خيرة أبناء الشعب الليبي قتلوا صبراً في أقل من 3 ساعات، وأحرقت جثثهم، ووضعوا في قبر جماعي لمدة 4 سنوات. وعندما انتشر الخبر ولإخفاء معالم الجريمة أخرجت الرفات وطحنت العظام طحناً ووضعت في أكياس بلاستيكية وشحنت على متن قوارب زودياك وألقيت في عرض البحر. هذه الجرائم لا تكفيها إخوتي الكرام رواية ولا 10 روايات. ومن هنا جاء أهمية التوثيق لكل هذه الانتهاكات. لقد وضعت بين أيدي الروائي أيمن العتوم كل ما احتفظت به ذاكرتي من معلومات أصبحت ملكا للتاريخ، وتحدثت عن أكثر من 100 شخصية، ولم أعر اهتماما البتة للاختلافات الأيديولوجية ولا للمنطلقات الفكرية. لقد تحدثت عن أكثر من مما تحدثت به عن نفسي وعن القضية التي أنتسب إليها. تحدثت عن التروتسكيين وعن البعثيين وعن القوميين وعن الإسلاميين وعن العسكريين وعن غيرهم من المنتمين وغير المنتمين للتكاتلة الأخرى، تجذيراً للوعي حتى لا تتكرر المأساة ويعود إلينا الاستبداد
من جديد. تحية إجلال وإكبار لأمهات الشهداء المكلومات، واللائي ذقنا مرارة الفقد واكتوينا باستشهاد فلذة الأكباد. تحية إجلال وإكبار لزوجات الشهداء اللائي فقدنا أزواجهن وترملنا ولا يملكنا إلى الآن حتى شهادة وفاة. تحية إجلال وإكبار لأبناء الشهداء الذين تجرعوا مرارة اليتم وهم لا يزالون أجنة في بطون أمهاتهم. تحية للآلاف من مناظرين الشرفاء الذين اختاروا عنوعا وإدراك طريق ذات الشوكة وأفنوا زهرة شبابهم في سجون الطغاة وواجهوا الاستبداد وهو في كامل عنفوانه. اقتباسات من خلال نصوص الرواية. محمد مهذب حفاف، من في العمر للموت منذورون حتى في هنأة نومنا، والموت ينهشنا ولو علقناه في الجدران مثل ملابس الثكلى وراء ظهورنا، والموت يبغتنا ولو أن ألفناه ونام على وسائد صحونا، والموت يخترم الحبيب كأنه معاش يوما بيننا. يا أيها الموت الذي لم يبق فينا ما نقدمه لأن لم نعد أبدا لنا رفقا، فقد ألهيتنا عن أن تكون وأنت تملأ بؤسنا بؤسا وتحشه بنا، وزرعت وحشتنا ورودا في الدروب الذاهبات إلى مناف عمرنا. إن سنمضي طائعين إليك، فافتح بالمحبة صدرك الحاني وسهل موتنا. لا شيء أكثر أيها الموت الكريم، فلا تؤجل فقدنا. كان محمد مهذب حفاف طالب الهندسة الميكانيكية الذي اعتقل في سنته الخامسة الأخيرة نحيلاً طويلاً أسمر البشرة جاداً أنيقاً. دخل السجن وهو يلبس بدلة، وحين عرضنا على المحكمة لبسها وتأنق ما استطاع، وطلب منا جميعاً أن نحذو حذوه حتى لا نري النظام من أنفسنا ضعفاً، وأننا لا نعنو ولا نذل ولا نشكو ما نحن فيه. كان جريئاً في مخاطبة الآمر آمر السجن ورؤوس النظام الذي كانوا يزوروننا للحوار بين فترة وأخرى. وفي يوم الأربعاء 6 أبريل 1983 دخل علينا آمر السجن مع كوكبة من الحراس، وطلبوا من محمد مهذب حفاف، حسن كردي، عبد الله المسلاتي، صالح النوال أن يحزموا أمتعتهم، فعرفنا أنه شهد. ارتدى بدلته وربطة عنقه ورجل شعره وتعطر. قلنا له ستعود إلينا، قال قضي الأمر، سنعدم غدا الخميس، وهو الخميس الذي يوافق تاريخ إعدام عمر دبوب ومحمد بن سعود منذ 7 سنوات، في 9 من صباح 7 من أبريل 1983. في 10:30 صباحا وصلت سيارات الأمن. إحدى هذه السيارات كانت تحمل محمد مهذب حفاف مقيد اليدين خلف ظهره، أنزلوه ركلا من السيارة، ثم نصبت مشنقة بطريقة بدائية وعلى عجل في ساحة كلية الهندسة، كليته وأمام زملائه وأساتذته وقريبا من المكتبة التي قضى فيها باحثا وقارئا معظم وقته. اقتدوه أمام أعين الجمهور كله، رفعوه على كرسي الإعدام، لفوا حول عنقه حبلا رديئا، وكان عدد من أعضاء اللجان الثورية يهتفون لا ترحم من خان شنقا شنقا في الميدان. كان الذهول قد بدأ يرتسم على الوجوه، لم يصدقوا ما يرون. تقدم الجلاد
سعيد راشد زميله في مدرسة غرين الثانوية وفي كلية الهندسة، وتلى على مسامع الكل حكم الإعدام، ووصف عائلته بأنها عائلة يهودية، وهي عائلة مناضلة من غريان ذاق أغلب أفرادها مرارة السجن، وله أخ محكوم بالإعدام نجح في الفرار وعاش 35 عاما في المنفى بأوراق ثبوتية فلسطينية. تعلقوا بقدميه وأخذوا يشدونه إلى الأسفل، وما دروا أن الروح قد فارقت الجسد منذ الهبوط الأول. ظل جسده يتأرجح لساعات، عدد من الطالبات فقدن الوعي، أخريات تقيأن ما في أحشائهن، ودخلنا في نوبة صراخ شديد بكته الكتب على الأرفف التي كانت تتابع المشهد من زجاج النوافذ. المطلة على الساحة بكته الحروف التي مرت عليها عيناه، وانتحبت عليه الكعوب والأغلفة التي لمستها كفاه. ظل الشهيد معلقا إلى الليل، اختفت جثته، لا أحد يدري أين ذهبت، ربما انضمت إلى الجثث التي يحتفظ بها العقيد في ثلاجته الخاصة. بعد ثورة فبراير وتحت إشراف المرحوم عبد الرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا، أطلق اسمه على ساحة كلية الهندسة التي أعدم فيها. عصفور ينقط بالعسل الأمل، ومع كل القهر الذي كان يحيط بنا من كل جانب، فإن الثقة في الله والعيش في ظلال كتاب الله والرفقة الطيبة من شباب رهبان بالليل فرسان بالنهار، كنا على ثقة أن الفرج قريب وأنه لا يغلب عسر يسرين. ولقد جسد ذلك أيمن العتوم بقوله: في السجن فسحة حال من ظلت أمانيه تدور على عجل. في السجن يختلط الخيال مع الحقيقة والحقيقة بالخيال، كأنما لهما البداية والنهاية ذاتها، كل يسير إلى أجل. في السجن رعب اللحظة الأولى كرعب اللحظة الأخرى، فما من لحظة تمضي بلا فزع يمزق حلمنا، ولا قد يمر بنا الهدوء على خجل. في السجن ينسحق الأمان ويستفيق على جدار القلب برعومة الوجل، أو كلما غطى على شباكنا ليل من اليأس المعتق واستطال، تقول دامعة المقل: هل من أمل؟ فيقول عصفور ينقط بالعسل: أجل أجل. أمي زارتني، أمي هذا الصباح في السجن، كانت الزيارة من وراء شباك حديدي سميك لا يمر منه حتى الأصبع، كانت مجهدة شاحبة وكانت تتأهب لإجراء عملية قلب مفتوح، ولم يدر بخلدي البتة بأن تلك الزيارة ستكون هي الزيارة الأخيرة قبل صعود روحها إلى السماء. تذكرت تضحياتها، كل الأمهات لا مثيل لهن في التضحية، لكن تضحية أمي كانت من نوع مختلف. عندما ولدت في عام 1950 كان والدي يحتضر، وعندما أحضرتني إليه القابلة وهو على فراش الموت بكى، رأى القدر يبعث بالوليد الرضيع إلى الحياة ويبعث بالشيخ الهرم إلى الموت. دفع بي إلى أمي وهمس لماذا ولد هذا الصبي الآن. أمه لازالت في مقتبل العمر وستتزوج بعد وفاتي وسيتعرض لضرب الزوج. رقت أمي لهذا الشيخ وبكت لبكائه، شدت على يده الباردة المرتجفة
ووعدته بألا تتزوج بعده. بعد مولدي بثلاثة أيام انتقل إلى الرفيق الأعلى رحمه الله، فبكت كلينا، أبي الذي رحل بعد أن غمرها على فقره حنانا وحبا، وأنا الذي سينشأ يتيما في عائلة قليلة ذات اليد ضعيفة ذات الشوكة. سألتها عن أخبارها فطفرت من عينها دمعة. كان برد السنين الغابرات، السنين الذابحات التي عملت فيها كي لا أجوع، قد أنهك جسدها. قلت لها سامحيني. بكت وقالت وعينها مغرورقتان بالدموع وصوت نشقها يتخلل الكلمات: لم تفعل في حياتك خطأ واحدا بحقي حتى أسامحك يا بني. أما القضية التي سجنت من أجلها فإن كنت مؤمنا بها حق الإيمان فامضي فيها ولا تلتفت، فالله معك وقلبي معك والمؤمنون معك. ثم غادرتني وكان ذلك الوداع الأخير. ماذا أقول لكم عن هذه القديسة الطاهرة؟ ماذا يمكن أن تحدث القطرة عن النهر والنجمة عن السماء والزهرة عن الربيع؟ كانت أمي النهر والسماء والربيع. كانت أمي العطر الذي أنعش القلوب في دخان الأزمنة، وعريشة الياسمين التي منحتني البياض في سواد الأمكنة. كانت أوبتي في اغترابي، وبسمتي في حزن لا ينقطع، وصمودي في انهيار لم يتوقف. باختصار، كانت أمي حبل النجاة الذي لا يوجد خارجه إلا الموت، وكانت الوطن الذي لا يولد خارجه إلا المنفى. وصدق من قال: لا وطن كالأم. خالتي، مع كل القهر الذي كان يملأنا، كانت خالتي تزورني، ظل وجهها الذي أرى به الدنيا ولا أصدق أنني أراها طاقة الفرج، ظل وجهها ريحانة قلبي تعبق بشذاه دون أن تذبل، ظل وجهها قمر المنير في سدفة الليل الطويل. وأختم بهذه الأبيات: يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى، يرني من القيد زدني نغمة تشجي فؤادي، إن في صوتك معنى للأسى والاضطهاد، لست والله نسيا ما تقاسيه بلادي، فاشهدا يا نجم إني ذو وفاء وودادي. بارك الله جمعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وكأننا ننطق بلسان مقال بطل الروائي الحاني الأستاذ علي العكرمي المتمثل بقول الشاعر: صفوح على الجاني وصفحة سيفه إذا هي لم تقتله فالصفح قاتله، حيث نلحظ نسائم تحقق الأمل والعبرة بزوال الممالك من أول افتتاح للراوي بقوله: ألقت الثورة بأركان النظام المتبقين في سجن الهضبة، دارت الأرض دورتها، لم يكن أحد حتى ولو شطح به الخيال ليحلم بأن جزاري مذبحة أبو سليم سيؤتى بهم صاغرين إلى الجب. ثم ننتقل كما تتزاحم معاني العفو والحلم والصلح والتسامح بعد حديث جال في خاطر بطل الرواية، وهو يحاور من أجرم في حقه وأساء إليه، حيث يقول: زرت الجلادين الذين أذاقون الويلات، تركته ومضيت إلى زنزانة أخرى ومع ضيف آخر، يقول فنهض متوجسا: شجعته على الاقتراب، أنا صديق قديم، لا أملك لك من الله شيئا، ولم أجيء لأحاسبك، الله حسيبك. ويقول في مقطع آخر مع شخصية أخرى عندما التقاهم في ذلك في تلك الزنازين: الكأس التي شربت منها لا أريدك أن تشرب منها،
إذا كنت بريئاً فإن القضاء يبرئ ساحتك. سيد أبو زيد، هل ينقصك شيء؟ أي خدمة تريدها؟ أنا رهن إشارتك. فبدأ التأثر الشديد ظاهراً على وجهه. اليوم بعد كل هذه السنوات، بعد كل هذه الآلام، بعدما أخذته السجون من لحمي وعظمي، وما أكلته من جسدي، وما قضمته من روحي، أعلن أنني سامحت كل الجلادين وعفوت عنهم وغفرت لهم. كان على قلبي أن يسامح من أجل أن أعيش حياة جديدة، أن أنسى كل ما مر بي، أن أتعافى، أن أبدأ الرحلة كأنني اليوم ولدت، ثم نمضي حتى نصل إلى رؤية هذا الإنسان الصادق وهو يستشرف أسباب الاستقرار والبناء وعودة الوطن بقوله: لو أننا آمنا بالحب، آمنا بالإنسان المركوز في أعماقنا لما اضطررنا إلى كل هذا. ما أقصر الحياة، ما أوجع الندم، ما أجمل الحب، ما أرقى هذا النداء الذي يقبل الآخر ويتعايش مع الآخر وينسى إساءة الآخر، رجاء أن نعيش كما أراد لنا خالق هذه الحياة. اليوم نحن ننظر إلى أبنائنا لكي يحملوا الراية، ولله در القائل حيث قال: لولا التغافل عن أشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت مودات، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الحقيقة لا تعدم أنصاراً. حفظ الله الأستاذ الفاضل علي العكرمي، وأحيي وأجدد لكم التحية من جديد، ولهذه المدينة ولكل من ينظر بنظرة إنصاف إلى هذا التاريخ وهذا هذه الأيام الحالكات. أحييكم ومن خلالكم وبكم أسعى لأن يمنح هذا الرجل يعني وسام رمز المصالحة. هناك مجالس كثيرة تعقد باسم المصالحة ولكن غاب عنها صاحبها. أرجو أن يسمى هذا الرجل بهذه الصفة، أن لا يعقد مجلس للمصالحة دون أن يكون فيه هذا الرجل العظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر أيضا الدكتور رضا جبران على كلمته الموفقة. والآن لم يتبقى علينا إلا كلمتين. الآن كلمة للدكتور سوفر الحيبي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة نحن أمام رواية يجب أن تناقش في اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول هو الاتجاه التاريخي، فهي تحوي شهادات تاريخية مهمة صيغت بلغة جميلة ورائعة. الأمر الثاني هي الجانب الفني في الرواية، وهو مهم أيضا، فقد صيغت الرواية مرتبة كما تتطلبها السرديات الحديثة والمعاصرة. ما يلفت الانتباه دائما في هذه الإبداعات الأدبية هو العتبات، كما يؤكد ذلك عديد من الكتاب. العتبة الأولى في الرواية هي الرسم الخارجي للكتاب أو للرواية. نحن تعودنا دائما إذا طلبت الحرية أن توضع يد ويلفها تلفها السلاسل، دائما اليد تلفها السلاسل، لكن الذي وجدناه أنها تلفها الأسلاك الشائكة، وهو ترميز جميل ومهم، أي أن السجن لم يكن لهذه الشخوص وحدها، بل كان لعموم الناس.
النقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها وهي مهمة، استطاع الكاتب مسرحة السجن. السجن أمام القارئ سجن مفتوح، مسرح مفتوح. استطاع الكاتب أن يثير لدينا أو يثير عندنا مسألة التطهير، أو التي يسميها بعض النقاد التعذيب، تعذيب القارئ. القارئ يعني ماذا نقول؟ يتعذب مع بطل القصة تماما، يبكي لبكائه ويحزن لحزنه. الشخصية الحقيقة شخصية واقعية وحقيقية، وكان الكاتب في وسعه طبعا، ونحن نناقش مناقشة أكاديمية في الغالب، يعني كان في وسعه أن يغير الأسماء، ولكنه ذكرها في بأسمائها كما هي، كما هي موجودة، ومنها الأستاذ علي العكرمي، ومنها غيرهم، منه غيرهم من الشخصيات الأخرى، وهذا ربما أوقعه في بعض الأخطاء في هذه الرواية. الحقيقة الرواية تمثل مأساة ليبيا، وتمثل تاريخ ليبيا المعاصر بكل أحزانه وآلامه. ونحن هنا نوجه كلمة للأستاذ علي العكرمي، أقول له: سجن ابن القيم فألف 30 مجلدا، ونفي ابن الجوزي فتعلم القراءات، نفي أحمد شوقي فقال أفضل ما قال في شعره في منفاه، أسر أبو العلاء المعري، أسر أبو العلاء المعري فألف أجمل القصائد. فالنفي قد يكون، والسجن قد يكون منحة، قد يكون منحة عند المثقفين وأهل العلم. ليس لدي ما أقول، يعني الرواية جاءت في اتجاه التاريخ واتجاه الأدب، والأمر يحتاج يعني ربما إلى قراءات نقدية أخرى حتى نصل إلى نتائج. وكان كما قلت، وكان بإمكان الكاتب، وكان بإمكان الكاتب أن يغير هذه الشخصيات إلى رموز، ويستطيع أن يصل بها يعني حتى يتخلص، حتى يتخلص من الواقع، حتى يبتعد، يعني حتى يبتعد، يعني لا يعني لا يتعاطف كثيرا، بل يكتب بحيادية وواقعية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجين رأي لمدة 30 عاما، ثاني أقدم سجين سياسي من حيث المدة. دخلت السجن سنة 73 وعمري 22 عاما، وخرجت سنة 2002 وعمري 52 عاما. كانت رحلة طويلة. سجنت على إثر خطاب زوارة الذي ألغت فيه القوانين، وأعلن فيه القذافي تطهير البلاد من المرضى، ووضع كل المثقفين الليبيين في السجون، مثقفين من كل الاتجاهات الفكرية وكل التوجهات السياسية. والحفل اليوم يعني يتنزل على هامش رواية طريق جهنم، هذه الرواية للدكتور أيمن العتوم، التي توثق للنشاط الثقافي وللحركة السياسي في السجون الليبية طيلة سنوات الجمر الأربعين. هذه رواية تميط اللثام عن مرحلة من أدق المراحل التي مر بها شعبنا المنكوب وبلادنا المظلومة. أردنا من خلال هذه الرواية أن تعلم الأجيال الصاعدة الحجم التضحيات التي قدمت، والدماء التي أريقت، والأنفس التي أزهقت، بحيث لا تتكرر المأساة ويعود الاستبداد إلى بلادنا من جديد. شكرا لبلدية غريان ولكلية العلوم ومنظمة منبر صوت الحق الحقوقية، التي تشرفنا بحضور هذه الندوة التي ناقشنا من خلالها قراءات في رواية طريق جهنم للروائي أيمن العتوم، والتي تتحدث عن سيرة الذاتية وعن ما حدث في السجون الليبية خلال 40 عاما، والأفكار التي تضمنت هذه الرواية حتى لا تعود المأساة من جديد ويقع شعبنا في الاستبداد من جديد. لهذه المناسبة اقترح لنا أحد المتداخلين بأن هذا الرجل سيكون رمزا للمصالحة في ليبيا، وبصفتي كرئيس مجلس أعيان الجبل للمصالحة فأن نزكي هذا الرأي بأن يكون هذا الرمز علي العكرمي، الدكتور العكرمي، بأن يكون رمزا للوفاء والمصالحة في ليبيا، لأنه عفى عما كل من أداه وأصبح ينادي بليبيا، ليبيا الوطن للجميع.
في هذا اليوم هي لحظة وفاء وتكريم لمن ناضل من أجل ليبيا واستقرارها. هذا الرجل اليوم نحن هنا في غريان، لقد كرمنا هذا الرجل بأن يكون رمز للمصالحة على عموم ليبيا. بارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن وفي الوفاء دائما ملتزمون إن شاء الله.